بونجور دو سيمبل موند ميزون زابون ان شاء الله تكونوا كاع بيان. فيرنس بلوكس فيديو جديد، اول مره تشاهد قناه فيرنس بلوكس مرحبا بك، سوف تستفيد كثيرا. قناه مختصه في كل انواع الهجره. فيديو اليوم ساشرح لكم اسهل طريقه لدخول فرنسا بدون لغه، بدون خبره، بدون مستوى تعليمي، بدون حساب بنكي. هنا تخدم لجميع الدول من خارج الاتحاد الاوروبي. متابعة كامل هذه الفيديو سأشرح لكم هذا الموضوع بالتفصيل الكامل في الموقع الرسمي. فيديو اليوم سوف أشرح لكم أسهل طريقة للسفر ودخول فرنسا عن طريق فيزا العامل الموسمي سيزونال وركر. هنا هذه الفيزا من الموقع الرسمي التابع للاتحاد الأوروبي كما تشاهدون. فرنسا عامل موسمي، هل أنت مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي وترغب في القيام بعمل موسمي في فرنسا؟ هنا إذا أي شخص من خارج الاتحاد الأوروبي مثلا من الجزائر، تونس، المغرب أو أي دولة أخرى يمكنه التقديم إلى هذه الفيزا. هنا عن طريق هذه الفيزا سوف تحصل على تصريح عمل موسمي. مدة هذا التصريح 3 سنوات قابلة للتجديد. هنا لدينا شروط التسجيل والتقديم إلى هذه الفيزا. لدينا شرطين، الشرط الأول يجب فقط أن تكون لديك سيرة ذاتية فرنسية، ولدينا الشرط الثاني يجب الحصول على عقد عمل موسمي في الزراعة أو غيرها لمدة تزيد عن 3 أشهر كما تشاهدون من الموقع الرسمي. هنا سوف أترك لكم روابط رسمية للبحث عن عقد العمل في مجال الوظائف الموسمية الزراعة أو أيضا غيرها، معناه في مجالات أخرى مثلا الفندقة والضيافة ووظائف صيفية ووظائف مثلا في الشتاء، وظائف في الرياضة، المهم وظائف موسمية، وتكون مدة العقد العمل الموسمي تزيد عن 3 أشهر. هنا نفترض الحمد لله تحصلت على عقد عمل، هنا سوف يتم منحك تصريح العمل الخاص بك، وسوف تقدم مباشرة لطلب الفيزا في السفارة الفرنسية المتواجدة في بلدك الأصلي. مثلا في كالجزائر لدينا فيافاس. هنا بعد حصولك على الفيزا سوف تسافر إلى فرنسا مباشرة. هنا فيما يخص دفع ثمن الفيزا وتذكرة الطيران، هنا سوف تتفاهم مع صاحب العمل الذي قدم لك عقد العمل، تصريح العمل الخاص بك. إما سوف يدفع هو كل الرسوم، أو سوف تدفع أنت الرسوم، أو سوف تتقاسم معا في دفع الرسوم. هنا بمجرد منحك التأشيرة ووصولك إلى فرنسا يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في المحافظة في مكان إقامتك. هنا سوف تدفع رسوم هذه الإقامة المقدرة ب 19 يورو دائما هنا من الموقع الرسمي كما تشاهدون. هنا لدينا مدة صلاحية التصاريح، تصريح الإقامة صالح لمدة 3 سنوات ويسمح لك بالعمل في عمل موسمي لمدة أقصى 6 أشهر خلال فترة 12 شهر متتالية. يجب عليك التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل جديد لكل عقد جديد. هنا عند تواجدك في فرنسا سوف تعمل كعامل موسمي ولديك كل الحقوق، لديك السكن، النقل والأكل، وأيضا راتب شهري يمكن أن يصل إلى 2000 أورو أو أكثر حسب العمل الموسمي. وهنا عن طريق هذه الفيزا مثلا إذا أردت البقاء في الأراضي الفرنسية يمكنك مثلا الزواج من فرنسية، أو التسجيل مثلا في الجامعات، أو إيجاد طرق أخرى للبقاء في فرنسا.
هذا كل شيء فيما يخص موضوع فيديو اليوم. أتمنى أنكم استفدتم من هذه الفرصة السهلة للسفر إلى فرنسا. خوتي، ما تنسوا تديرون لايك، نشر الفيديو، اشتراك في قناة فيرنس بلوكس. شكرا على المشاهدة، وبالتوفيق للجميع.